آخر لا يكل عراقة وأصالة عن سابقه، إنه فن منحوت الذي هو جزء لا يتجزأ من الهوية المغربية الذي ترك إرثا فنيا يتوارثه الأجيال. نبقى في الاستماع إلى هذه الفقرات التراثية من الطرب الغرناطي والآلة والملحون من أداء مجموعة من فتيات مدينة وجدة. رحبوا معي بهذه الجمعية الفتية. الحدث الإفريقي معكم من قلب الحدث.